أنتقل بالكلمة والصورة إلى زميلة دورية عاطف التي تنضم إلينا من أحد فروع بنك ناصر بالقاهرة أيضا. أهلا بك دورية مرة أخرى، وهل الوضع لديك من إقبال مستحق المعاشات الإجراءات الصحية الوقائية مشابهة لما تحدث عنه الزميل كريم من مكتب بريد النزهة؟ تحياتي لك همام ولجميع الساده المشاهدين. بالفعل من داخل احد افرع بنك مصر الاجتماعي، والمشهد هنا لا يختلف كثيرا عما وصفه زميلي كريم رجب في كافه افرع المكاتب البريد. وهنا ايضا في هذا الفرع الذي اتواجد فيه تطبق ايضا نظام الشرائح في صرف المعاشات، وذلك يعني كاجراء احترازي لعدم وجود تكدس بداخل البنوك لصرف المعاشات. اليوم يتم صرف معاشات للشريحه الاولى لمن هم اقل من 1000 جنيه، وذلك على مدار اليوم وغدا. وغدا سيتم في يومي الثلاثاء والاربعاء سيتم صرف الشريحه الثانيه لمن هم اقل من 2000 جنيه، ويومي الخميس والاحد 5 و8 نوفمبر سيتم صرف المعاشات للشريحه الثالثه لمن هم اكثر من 2000 جنيه. وتقسيم كما ذكرت لك همام هو كاجراء احترازي، وهذا يعني ما اكدت عليه دكتوره نبيله القباش كما ذكرت في البداية همام، هو تيسير عملية صرف المعاشات والأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية للمواطنين، وهذا يعني ما نشهده هنا. أيضا هناك العديد من الإجراءات الاحترازية، دعني أصف لك المشهد في خارج البنك. أيضا هناك مقاعد لكبار السن، هناك مسافات متباعدة بينهم وبين البعض، الجميع في الخارج حتى مرتدي الكمامة، وفي داخل البنك أيضا هناك تأكيد على عدم خلع الكمامة، هناك ارتداء للكمامة، يتم الكشف على حرارة المواطن عند دخوله البنك، وهناك معقمات ومطهرات بداخل البنك، هذا بالإضافة إلى التعقيم الدوري الذي يقوم به البنك أثناء عملية الصرف. أيضا من ضمن التسهيلات والتيسيرات التي قام بها البنك هي صرف المعاشات أو إمكانية صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لمنع وجود أي تكدسات في داخل البنك، وحتى في الخارج هناك نظام وتيسير لعملية صرف المعاشات، يعني على وذلك على مستوى 93 فرع للبنك على مستوى الجمهورية. يعني ربما هذا هو المشهد لدي همام، وأعود لك مرة أخرى في المستوى. من أحد أفرع بنك ناصر، شكرا لذلك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات. وقبلا كان الزميل كريم رجب من مكتب بريد النزهة الجديدة، شكرا جزيلا لكم.